مرحبا صبايا، اليوم بدي احكي لكم عن مشترياتي من محل مكياجي. اشتريت شوية شغلات بدي اوريكم اياها. اشتريت هذه الصابونة المغربية، كتير هاي النوعية منيحة، انا مجربيتها من قبل. بيجي معها الليفة المغربية وبيجي معها صابونة عادية برضو بزيت الزيتون. بالنسبة لهاي الماركة أنا بنصحكم تجربوها، كتير 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 حلوة. هي حقها 6 دنانير أردني، كل هدول ب6 دنانير. فيديو إن شاء الله كيف تستعملوها وطريقة الحمام المغربي وكل شيء. هاي بالنسبة لهاي هي عبارة عن مقشر الملح، لأنه في عندهم مقشر سكر ومقشر ملح، وهذا بيكون بالليمون. هلا رح اوريكم اياه من جوا. حتى هذا حقه 6 دنانير اردني، بيجي حتى مغلف من جوا. شوي بس نطوله، هيو ريحته كتير قوية، ريحة الليمون فيه. بتفتحي وبتسوي فيه سكراب مرتين بالاسبوع، بس عن جد عن جد ريحته حلوة. رح اجربه واشوف، كتير ناس مدحوا هاي النوعية فانا بدي اجرب منها. هلا في منها هي صوابين وهيك، بس هاي لانه الماركة هذا النوع يعني انا مجربيته من قبل، فخلص حبيت اضلني على النوع اللي بعرفه. وحبيت اول مرة اجرب المقشر من عندهم.